انت رومانسيه بطبعك ولا لا؟ انا مزيج غريب من الرومانسيه ومن الـ العمليه الشديده. انا حسيتك هتساليني انا مين؟ انا مين؟ انا فين؟ انا فين؟ انا بعمل مني؟ لا انا فيا جزء رومانسي لكن انا مش مطلقه له العنان. يعني انا دايما ملجماه لانه بحس ويمكن ده غلط ويمكن ده صح انه مش يعني مش ده اللي بيخدمني في الحياه لانه انا فيا جزء ساذج شويه ومن وانا صغيره بحاول الجمه لانه الحياه صعبه مش محتاجه سذاجه الصراحه يعني الحياه محتاجه ناس قويه وطف وفيها جزء طف لكن ربيته يعني الفطره ساذجه وتكاد تكون فيها شويه سلبيه للدرجات انا وانا صغيره انا فاكره يعني ان انا كنت من اكتر مثلا البنات اللي في الشله اللي بينقادوا ورا بنات تانيين ليدرز ما كنتش ليدر بس انا ربيت جوايا الجزء العملي الليدر البراكتيكال اللي هو جامد وطف ما تنسى انه كمان الشهره والنجاح بيعطوا قوه لا بيعطوك هذه القوه وبتصير ليدر شئت ام ابيت يعني صح بتربيها بتقويها بس الناس بتعطيكي كمان هذا الدعم صح صح طبعا تقوى معك مع نجاحك لكن ما اعتقدش انه ممكن واحده خاصه ست تنجح وتبقى يعني زي ما نقول ماليه مقامها من غير ما تكون ضحت بجزء من رومانسيتها قدم هذه المعادله يعني عم بيكون في مكافاه لك اعمالك عم تطلع حلوه الحمد لله ناجحه ما زلت مستمره بالرغم انه البيت هو من ضمن اولوياتك هو الاولويه الكبرى قرار